التاسعة في ثاني أيام العيد لقاء خاص. أنا عايزك تشوف وبعدين نرحب. يا ابني 100 مرة أقول لك ما تاكلش حاجة من الشارع. شغل نسانيس على أبوه. مع الفنان الكبير محمد محمود نستعرض معه رحلته الفنية الملهمة، كيف تأخرت نجوميته كل هذه العقود ثم تفجرت فجأة، وكيف قضى عمرا مسرحيا طويلا تجاهلته الكاميرات. المسرحيات دي اتصورت ولا ما اتصورتش؟ مسرحيات ايه؟ المسرحيات بتاعت حضرتك. اسف، ولا واحدة؟ مسرحية واحدة طوال 40 سنة. وفقرة فنية مع فرقة سمعنا طبلتك. كل الناس انا واخد بالي مبسوطين، يعني بيبتسموا. يصدح فيها المزمار بإطلالة خاصة. كده الحلقة تمام. برافو عليك. التاسعة ثاني أيام العيد مع يوسف الحسيني على قناة مصر الأولى.